نحن في فندق مقدس البركة في شعب عامر، فندق نظيف وجيد، هناك ترتيبات ويغيرون الشرشف ويستعدون للحج أنظرة ولاحظوا ويستعدون للحج. كان السنة الماضية يسكنون عندنا الحجاج، وصراحة فندق جيد، ثلاثة نجمة مستوى، ثلاثة نجمة. حتى حمام، انظروا حمام كويس 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 كويس. هنا أربع أسانسير، ميسات، أربع ميسات. هيك انظروا يستعدون. هذا هو الاستقبال، هادي، فندق هادي، انظروا ما شاء الله. والواي فاي كل دور، جابر، واي فاي كل دور. وهناك ايضا مطعم، المطعم